شكلي مش مجرد اسم او شعر، مش بس لون فانيلا يشبه دمنا، مش بس فرحة بكل في لحظة انتصار، ده معنى عايش فينا جوه قلبنا. فرحته من فرحتي ذكريات عمري معاه، هو سر قوتي اسمه عندي بالحياة. الأهلي اسمي في القلوب بحروف دهب، مجد اتبنى في سنين طويلة متعب بإيدين جدودنا. الأهلي هو الأهلي علشان متسبب وفي كل وقت يعلي دايما. رجعنا سريعا نسم كاملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومعانا دلوقتي مع أهم الأخبار المحلية والأخبار العالمية وكمان محترفينا في الخارج في الفقرة اللي جاية. في الأخبار المسائي، 6 مكاسب للفراعنة، الغزارة التهديفية أنهت أزمة المهاجمين، وثلاث نقاط والعناصر الجديدة الأبرز. الأخبار، 6 مكاسب للمنتخب في موقعة الستة، أجيري لا تنتظره، أداء جميل وصلاح أفضل لاعب العالم. الأخبار، الخبراء، المنتخب استعاد الزمن الجميل، أجيري استطاع أن يغير جلد الفريق في 5 أيام فقط. الأهرام، أجيري الانتصار الكبير نتيجة 4 أيام فقط من العمل، ما تحقق جزء من المطلوب ولن نتوقف عن التطوير والقادم أفضل. الجمهورية، أجيري التجديد لن يتوقف في صفوف الفراعنة. الشروق، صلاح ينافس 14 لاعب للدخول في التشكيل المثالي للفيفا. الأهرام سبورت، حقيقة استقبال محمد صلاح لأصدقائه في فندق إقامة المنتخب. الشروق، صلاح يتصدر قائمة فوربس لأقوى 10 لاعبين عرب في العالم. وان ثري، 3 طلبات نارية من محمد صلاح لاتحاد الكرة. اليوم 7، صلاح ووردة يغادران القاهرة للانضمام لأنديتهما بعد سداسية المنتخب في النيجر. الشروق، عامر حسين يكشف موقف أجيري من ملعب برج العرب. سوبر كورة، اتحاد الكورة 22,000 حضر مباراة مصر والنيجر. اليوم 7، هاني رمزي نسعى للنزول بمعدل الأعمار في المنتخب. طبيب المنتخب في الجول، أنقذت لاعب النيجر من بلع لسانه. يورو سبورت، كلام نهائي، طاهر محمد طاهر يسعى لتكرار تجربة محمد صلاح. انفي يعلن التجديد لتسعة من نجومه ويؤمن الناشئين بعقود احترافية. فيتو، حرس الحدود يعسكر بالإسكندرية غدا استعدادا لمواجهة الاتحاد. الوفد، محمد عمر، الاتحاد يبحث عن مركز متقدم في الدوري وانتظروا الصفقات الجديدة. سكاي نيوز، رقم 1 يكشف خطة مدرب يوفنتوس لاستغلال رونالدو. زيدان يشير لعودته قريبا. سبورت 360، إيريكسن يتفوق على ميسي ونيمار تهديفيا على صعيد المنتخبات. نروح بقى معاكم دلوقتي لأهم تفاصيل أخبارنا النهاردة. هنبتدي مع الشروق. الشروق قالت أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمة اللعيبة المرشحة للدخول في التشكيل المثالي عن الموسم اللي فات، واللي شهدت تواجد 15 لاعب بيمثلوا خط الهجوم، وشهدت القائمة تواجد محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، كمان الفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد، وكيلين مبابي نجم باريس سان جيرمان، وكريم بنزيما نجم ريال مدريد ونجم
منتخب الأوروغواي إديسون كافاني وطبعا نجم باريس سان جيرمان ولويس سواريز نجم برشلونة، وكمان بيتنافس على حجز مركز خط الهجوم في التشكيل المثالي للفيفا، البلجيكي رومالو لوكاكو نجم مانشستر يونايتد والكرواتي لوكا مودريتش أو ماريو مانزوركيتش نجم اليوفنتوس والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة وباولو ديبالا نجم اليوفي والبولندي روبرت ليفندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني والإنجليزي هاري كين نجم توتنهام والبرازيلي نيمار دي سيلفا نجم باريس سان جيرمان والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم اليوفي والسنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي. كمان الأهرام سبورت قالت إن في مصدر جوه الجهاز الفني للمنتخب الوطني كشف حقيقة الإشاعات اللي اتقالت إن محمد صلاح أخذ معاه أو كان موجود معاه خلال معسكر المنتخب اللي كان معمول طبعا استعدادا لمباراة النايجر بعض أصدقائه. المصدر أكد إن الواقع غير كده تماما وإن محمد صلاح ظهر كالعادة في قمة الالتزام والانضباط في المعسكر، وإن الهدف طبعا من الإشاعات دي هو التأثير السلبي على منتخبنا الوطني الأول. يا بخت مصر بيك يا محمد. صارت هذه الأهداف من اختصاص محمد صلاح. تشعر بالفخر، تشعر بالاعتزاز كعربي كمصري لأن محمد صلاح سجل. صلاح محمد صلاح، هذا الصغير، هذا القصير لكن لم يكن كذلك في الكرة الماضية. بدأنا